السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى حمدا كثيرا، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وقدوة الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على نعمه العظيمة، نحمده على نعمة الإسلام، نحمده على نعمة الاجتماع، نحمده على نعمة السنة وعلى نعمة الاتباع، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ثم إننا في هذه الدقائق نتذاكر حول مقدم شهر عظيم، موسم عظيم، وأيام من أيام الله المباركة التي شرعها الله جل وعلا لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم. ولذلك فإن هذا الشهر العظيم ميدان سباق. هنيئا للمسارعين الذين يفرحون بمقدمه ويغتبطون ويتحينون وقته، بل يستعدون لذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. شهر يعان فيه المؤمن على عبادة ربه، وتيسر له الأسباب ليقبل ويتدارك ما سلف من تفريط في عامه، لأن هذا الشهر هو ميزان العام، ولذلك يتقوى به أهل الإيمان ويزدادون فيه عملاً وتقوى لله جل وعلا. ولذلك شرع، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك يفرح المسلم بمقدم هذا الشهر ويستعد له وينوي عمل الخير والإقبال على ربه بسائر أنواع الأعمال والقربات التي شرعها الله جل وعلا ورسوله. لا شك أننا بحاجة إلى أن نسأل الله جل وعلا من واسع فضله وجوده وكرمه أولاً أن يبلغنا هذا الشهر. اللهم بلغنا رمضان، ثم إذا أدركنا رمضان نسأله الإعانة والتوفيق، وأن نكون فيه من الصائمين، وأن نكون فيه من القائمين الذين يدركون خيره ونوره وبركته. شهر عظيم، هو ركن من أركان هذا الدين الذي بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فهو الركن الرابع من أركان هذا الدين، وهو من أجل القربات إلى رب البريات، سر بين العبد وربه. ولذلك يخرج به المؤمن وقد زاد إيمانا
وزاد تقوى وتخلق بأخلاق القرآن الذي يستمع إليه، لأنه كما شرع في هذا الشهر الصيام شرع فيه القيام. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك فإن الصائم يأخذ حظه من الصيام ويأخذ حظه من القيام، لكن الشأن كل الشأن أيها الإخوة الكرام في أن يتحقق المسلم بصومه. لا شك أن اجتناب المفطرات أعظم ما يتصف به الصائم، لكن كما أن هناك ما يفسد الصوم هناك ما ينقص ثواب أجر الصائم. ولذلك الناصح لنفسه يأخذ بكل الأسباب التي تحفظ صومه ليكون على أكمل درجة وأكمل التزام بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان فهو يصومه حقا وصدقا، كما يمتنع عن الأكل والشرب والشهوة امتثالا، كما قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهو يترك أيضا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. كم نجد ممن يفرط في صومه بمثل ذلك، بمعنى أنه يصوم عن الأكل والشرب ويدع شهوته، لكنه لا يلقي بالا للسانه، وهذا لا شك أنه ينقص أجر صومه. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك كان الشأن كل الشأن في أن تتحقق بالصوم وتحفظ هذا الصوم، تحفظه من كل ما يفسده وتحفظه من كل ما ينقص ثوابه، ليحصل لك هذا الفضل العظيم من الرب الكريم. من صام رمضان إيمانا بالله وتصديقا بوعده واحتسابا طلبا للأجر والثواب غفر له ما تقدم من ذنبه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصائمين حقا وصدقا، وأن يحفظ علينا صيامنا. ثم إن الصيام أيضا معه القيام، فهما الشفيعان للعبد، فإن الصوم
يشفع للصائم، يقول منعته الأكل والشرب، منعته الطعام، فيشفع فيه فيشفع. والقرآن يشفع، يقول منعته النوم. والقائمين في رمضان إنما يكون حظهم من القيام بقدر انتفاعهم بهذا القرآن استماعا وتخلقا. ولذلك فإن أثر هذا الشهر عظيم، عظيم على النفس إذا تخلقت بأخلاق القرآن وخرجت بحظ وافر. ولذلك هو ميدان عظيم للزاد، يتزود منه أهل الإيمان، بعضهم يكون زاده إلى رمضان القادم، بمعنى أنه يحصل نصيبه العظيم من التقوى، ويحصل نصيبه العظيم من الصبر، لأن هذا الشهر هو شهر الصبر، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله. فيخرج من هذا الشهر نقيا من ذنوبه، قد امتلأ قلبه بأخلاق القرآن بما يستمع إليه وينصت. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ولذلك لا بد من التحقق بالقيام، بمعنى أن يكون قيامه على الوجه المشروع، يقوم رمضان كله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فمن قام بعض لياليه ما تحقق له ذلك. وكذلك فإن مما ينبغي على القائم الذي يحضر إلى المسجد أن يكون على أحسن حال وهيئة، لأنه مأمور بذلك، وإنما ينقص أجره وثوابه بقدر ما يفرط. وكما نعلم أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أن الملائكة تصلي وتستغفر للعبد ما دام في مصلاه ما لم يؤذي أو يحدث. ولذلك تجنب الأذى هو من أهم المهمات عندما يحضر الإنسان إلى المسجد، سواء كان ذلك في صلاة التراويح أو غيرها من الصلوات المفروضة، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولذلك كان حريا بمن يقوم هذا الشهر أن يتفطن لذلك، وأن يتفطن أيضا لبعض الوسائل المؤذية الآن التي تصرف الإنسان عن خشوعه وعن إقباله على استماع القرآن. ولا شك أن هذا مما يؤذي، بل إنه مما يعلق قلب العبد بهذه الوسيلة، يعني بمعنى أن بعض الناس ما بين كل تسليمة وتسليمة يخرج هذا الجهاز، وربما
يرسل الرسالة أو وينتظر التسليمة الأخرى لينتظر ليتابع الرد. هذا قلبه ليس معلق بكتاب الله وسماع آياته. وفرت لنا ولله الحمد السبل، وهيئت لنا الفرص، وما بقي إلا أن نقبل. نحمد الله جل وعلا على نعمه العظيمة، أمن وإيمان وسلامة وإسلام وراحة بال وعافية ومساجد مهيئة على أحسن ما تكون التهيئة. ما بقي إلا إقبال هذا القلب، أن تأخذ بقلبك إلى ربك وتقبل إقبالا صحيحا. فكما أنك تمتنع عن الأكل والشرب والشهوة في نهار رمضان سر بينك وبين ربك تبارك وتعالى، لا تراقب أحد وإنما تراقب الله جل وعلا، فأنت ينبغي أن تأخذ بحظك أيضا من هذا القيام الذي تستمع فيه إلى آيات الله تتلى، لتأخذ حظك من أخلاق القرآن التي هي خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن. ولذلك هذا الشهر هو شهر القرآن، ينبغي أن يقبل عليه العبد تلاوة وتدبرا وتعلما، يأخذ بنصيبه حتى يخرج من هذا الشهر وقد استفاد فائدة عظيمة. فالناس يتفاوتون كما هو معلوم، يتفاوتون في صلاتهم، بعضهم يخرج من صلاته كما جاء في الحديث ربعها خمسها سدسها، وكذلك الصيام وكذلك القيام. ولذلك ينبغي أن يتهيأ المسلم ويعقد العزم ويخلص لله جل وعلا القصد ويصدق في ذلك إقبالا على ربه تبارك وتعالى، ويسأله الإعانة والتوفيق، يسأله توبة نصوحة يقبل بها على ربه تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من الصائمين حقا وصدقا، من القائمين حقا وصدقا. ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.